صباح الورد والياسمين والدحنوكاتي وابراهيم، صباح الوطن الاجمل والاحلى والاغلى من هنا من معان. يا اهلا وسهلا. يعني رعد، خبرنا انت اين متواجد الان وشو موضوع التغطيه من عندك لليوم؟ ابراهيم وكاتي، يعني اليوم بحب اصب على جلال سيدنا وبحب اصب على جيشنا العربي المصطفوي وعلى اجهزتنا الامنيه، بحب أصب على المواطنين على امتداد وطننا الغالي من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. الحقيقة يعني الأجواء جميلة ربيعية اليوم، الطقس نوعا ما أهدى شوي، درجات حرارة أقل من معدلها السنوي، يعني الأجواء زي ما حكيت لك وحكيت لك إبراهيم يعني ربيعية نوعا ما. إن شاء الله إنه اليوم يكون جو يليق يعني بأجواءنا الأردنية التي يعني حقيقة إن شاء الله تكون دائما جو سلام وأمن على وطننا الغالي. بحكي معكم تحديدا اليوم من جسر مجمع الأميرة هيا الرياضي، هذا المجمع الرياضي الذي يحمل اسم الفارسة الأردنية هيا بنت الحسين. حقيقة مجمع مميز، طالبت الأسرة الرياضية حقيقة بالأمس خلال اجتماع عقد في نادي معان تحويل هذا المجمع إلى مدينة رياضية متكاملة ليتسنى لنادي معان أن يلعب على أرضه وبين جمهوره في دوري المحترفين، دوري الكبار، دوري الأضواء. وهذه دعوة لمعالي وزير الشباب والرياضة النشبي حقيقة بأن يكون لهذا المجمع دور كبير وأن يتحول إلى مدينة رياضية متكاملة أسوة بالمدن الرياضية في إربد وفي عمان وفي الشمال وفي الوسط وفي الجنوب إن شاء الله. يعني اليوم ستكون وقفتنا حقيقة بعد قليل مع الدكتور مخلد المجالي مدير الشباب والرياضة في محافظة معان للحديث عن مؤتمر مميز على مستوى الجنوب لإقليم الجنوب، يتحدث عن تطلعات الشباب في هذه المرحلة التي ينادي بها جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين المعظم، باعتبار الشباب هم رمز التغيير وهم قادة التغيير، وهم يعني دائما جلالة الملك يدعو إلى اهتمام بالشباب، يدعو إلى اهتمام بالشباب يعني باعتبار قادة المستقبل. سيكون لنا لقاء بعد قليل مع مدير الشباب الحديث عن هذه المنظومة والتطلعات السياسية للشباب من خلال هذا المؤتمر على مستوى إقليم الجنوب. صباح الخير كافي، وصباح الخير إبراهيم، وصباح الوطن الأغلى والأجمل والدحنون أيضا من هنا من معان.